مرحبا بكم في ترجمة المؤتمر الصحفي للسيدة عمدة مدينة لينكن ليوم 13 من نوفمبر 2020. والسيدة العمدة تتكلم. مساء الخير وشكرا على انضمامكم إلينا في هذا المؤتمر الصحفي، وشكرا للسيدة مارجي بروب مترجمة لغة الإشارة. شكرا لك مارجي. وكما ترون إنني أستمر في الحجر الصحي إلى اليوم في منزلي، وكما هو الحال بالنسبة لزوجي سكوت الذي يستمر في العزلة بعدما كانت نتيجة اختباره لكوفيد موجبة الأسبوع الماضي. وتعتبر العزلة و14 يوما من الحجر الصحي للمخالطين هي استراتيجيات جد مهمة للحد من انتشار هذا الفيروس. والحد من انتشار هذا الفيروس يعتبر إحدى أولوياتي الآن في ضمن عائلتي، وكما هو الحال بالنسبة لالتزامنا بالحد من انتشار الفيروس على مستوى مجتمع مدينتنا. وكما نظل في مستوى اللون الأحمر على مؤشر خطر انتشار كوفيد 19 للأسبوع الثاني، وذلك لأن عدد الحالات الجديدة الموجبة وكذلك عدد المرضى الذين يحتاجون إلى المستشفى فإنه يسجل أرقاما قياسية. ويعتبر مستوى اللون الأحمر هو الأعلى على المؤشر، ويدل على أن انتشار الفيروس في مجتمعنا هو انتشار مرتفع وكذلك شديد أو خطير. وكذلك المستوى الأحمر يدل على أننا في مدينة لينكن ومقاطعة لونكاستر يجب علينا أن نتجنب كل الأنشطة خارج منازلنا إلا إذا كانت لضرورة العمل أو المدرسة أو جلب الطعام أو الحاجيات الدواء أو الحاجيات الطبية أو لتفقد الآخرين الذين قد يحتاجون إلى المساعدة. والمرجو أن يكون الجميع يقظين في تطبيق 3 استراتيجيات أساسية أو سلوكيات أساسية: ارتداء الكمامة ومراقبة المسافة بيننا، وكذلك غسل اليدين بشكل مستمر، وكذلك تجنب 3 أشياء التالية: الأماكن المزدحمة والأماكن الضيقة، وكذلك التقارب من الآخرين. ومعنا مديرة الصحة السيدة بات لوبيز التي ستتكلم بعد قليل حول المخاطر التي نواجهها وكذلك المؤشرات أو العوامل المحلية التي نراقبها بخصوص مؤشر الخطورة. وقبل أن تتكلم السيدة المديرة، نريد أن نستمع إلى بعض من أعضاء المجتمع الذين هم في الخطوط الأمامية كذلك للتصدي لكوفيد 19، وهم معنا اليوم ليشاركوننا واقع ما يحدث في مجتمعنا. وبعد ذلك سنستمع أيضا إلى مسؤولي المدارس وكذلك أصحاب الشركات أو المحلات. ونبدأ بإثنان من مهني الصحة الذين رعاية صحية مباشرة لمرضى كوفيد، كطبيب أمراض الرئة الدكتور جيفري جيريت المتخصص في الجهاز التنفسي، والسيدة تايلور ستراوب الممرضة في وحدة العناية المركزة في مستشفى براين. إنهم ليسوا سوى 2 من أبطال الرعاية الصحية الذين عاينوا عن كثب التأثير الذي يحدثه هذا الفيروس على كثير من العائلات هنا في نيبراسكا. شكرا لكم
على هذه الخدمة الجليلة، ونكران الدافئ خلال هذا الوباء، ونشكركم كذلك لحضوركم معنا اليوم. وقد وصفت السيدة تايلر ستراوب الوضع في العناية المركزة، وقالت أن الوباء ليس كأي شيء قد رأوه من قبل، فإن بعض المرضى يقضون في وحدة العناية المركزة أشهرا عدة ولا يمكنهم رؤية أفراد أسرتهم. وعادت الكلمة للسيدة العمدة: شكرا جزيلا لك يا السيدة ستراوب، ونحن ممتنين جدا لجميع الممرضين والممرضات على تقديم هذه الرعاية مثل السيدة ستراوب. وبالطبع فإن الرعاية التي يقدمها الأطباء مثل الدكتور جاريت، هذه الرعاية ضرورية جدا للمرضى ولعائلاتهم الذين لا يمكنهم التواجد في نفس الغرفة. إن وضع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مستشفياتنا المحلية هو وضع مقلق للغاية في الوقت الحالي. وفي أقل من 3 أسابيع شهدت مستشفيات مدينة لينكولن تقريبا 3 أضعاف أعداد المرضى، من 51 مريض بكوفيد في 26 من أكتوبر إلى 142 مريضا إلى حدود منتصف الليلة الماضية. وينضم إلينا اليوم لتقديم المزيد من المستجدات حول مستشفياتنا السيد ديريك فينس، وهو الرئيس مستشفى سي اتش اي هيلث سانت اليزابيث، والسيد روس جرونولد رئيس والمدير التنفيذي لمستشفى براين هيلت. وقد تحدث السيد ديريك فانس عن الضغط الحالي على المستشفيات والساعات الطويلة التي يعمل فيها الممرضين وجميع الموظفين بالمستشفى، والحفاظ على توافر السرة هو الشيء الرئيسي، وإذا استمر عدد الحالات في التصاعد فإنه قلق بشأن أن الطلب على السرة سيكون أكبر من العرض، والناس عليهم أن يقوموا بغسل الأيدي وكذلك الحفاظ على المسافة الجسدية وارتداء الكمامات للسيطرة على انتشار كوفيد-19. ونشكر كل طاقم المستشفى على عملهم الدؤوب، وإنهم متعبين الآن ويمكننا مساعدتهم من خلال القيام بدورنا. وقال السيد روس جرونولد أنه لن يكون هناك أسرة جاهزة كافية وكذلك طاقم التمريض بشكل كافي في مستشفيات الولاية إذا وصلنا رؤية هذه الحالات تتزايد. وسوف تقوم مستشفيات براين بإجراء العمليات الجراحية العاجلة أو الطارئة فقط بدءا من يوم الاثنين، ونحن قادرون فقط على تلبية احتياجات مرضى كوفيد من خلال تأجيل احتياجات المرضى الآخرين. فعندما تقومون أو عندما تجتمعون بالآخرين لغير الضرورة فإنكم تؤخرون العودة إلى الحياة الطبيعية في مجتمعنا. والدكتور فاوتشي قال أن اللقاح لن يكون متوفرا لعامة الناس حتى الربيع القادم. والكلمة تعود للسيدة العمدة، وشكرا لكم السيد ديريك والسيد راس لقيادتكم خلال هذا الوباء، وشكرا لفريقكم والجهود البطولية التي تقومون بها للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وكذلك تقديم العلاج الضروري. والآن معنا الدكتور جاريت هنا، ونود أن نسمع منه
عن تجاربه على الأرض في المستشفى كأخصائي أمراض الرئة. والدكتور جيفري جيريت هو واحد من 14 طبيبا متخصصين في أمراض الرئة في مدينة لينكولن، وكذلك يقدم الرعاية الصحية عن بعد في جميع أنحاء نبراسكا. وإنه يشعر من عدم وجود عدد كافي من الطاقم أو من الموظفين المتاحين حاليا، وإن كوفيد لا يشبه الإنفلونزا، فالبعض لا تظهر عليه أعراض كثيرة، والبعض يمرض بشكل خفيف، والبعض الآخر يحتاج إلى رعاية تنفسية مكثفة. ويمكننا تجنب هذا من خلال وضع الكمامات وتجنب التجمعات الداخلية. فإن مقدمي الرعاية الصحية هم في حاجة إلينا. والكلمة للسيدة العمدة. شكرا لك دكتور جاريت، وشكرا جزيلا لمشاركتك هذه التجربة معنا، وعلى كل الرعاية التي تقدمونها والتي يقدمها فريقكم. وكمجتمع أتمنى أن تسمعوا هذه الرسالة من هؤلاء الأبطال، ولدينا القدرة على دعم هؤلاء أبطال الرعاية الصحية. إن الخيارات التي يقوم بها كل فرد هي لها تأثير مباشر على قدرة الفيروس على الانتشار، وبالتالي عدد الحالات الجديدة وعدد الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات التي سنراها في الأيام والأسابيع القادمة. إن الإجراءات التي نتخذها اليوم لإبطاء انتشار هذا الفيروس تؤثر على الوضعية الراهنة، وكذلك على حماية أنفسنا وأحبابنا، وكذلك حماية نظام الرعاية الصحية. هذه الخيارات هي ضرورية ومهمة جدا، والأسابيع القادمة ستكون حرجة. وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة مديرة الصحة لوبيز نيابة عن مدينتنا بأكملها، أود أن أقدم التعازي أسر وأصدقاء 7 من سكان مدينة لينكولن ومقاطعة لانكاستر الذين فقدناهم هذا الأسبوع. وأتمنى ألا نضطر لأخذ لحظة لتقديم التعازي فيها في إحدى هذه المؤتمرات الصحفية. كما قال الدكتور جاريت، يمكنكم المساعدة في القيام بذلك من خلال اتخاذ الاحتياطات التي تتطلب تضحيات قليلة جدا ولكنها مقدسة بطبيعتها لأولئك الأكثر تضررا. والآن السيدة المديرة لوبيز إليكم الكلمة. شكرا لك يا السيدة العمدة. وما زلنا نرى زيادة سريعة في الحالات الجديدة، فاليوم ثبتت إصابة 161 فردا آخر من أفراد هذا المجتمع بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى الآن 12264 حالة. وفي 3 أسابيع فقط تضاعف عدد الحالات الأسبوعية تقريبا من 665 حالة في الأسبوع المنتهي ب17 من أكتوبر إلى 1246 حالة الأسبوع الماضي. وحتى الآن هذا الأسبوع سجلنا 1336 حالة جديدة، وهذا هو أعلى مستوى أسبوعي جديد، ولا زال هناك يوم آخر على نهاية هذا الأسبوع. وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي نسجل فيه أكثر من 1200 حالة في الأسبوع. وبالنسبة للمتوسط المتداول ل7 أيام من الحالات الجديدة، يظهر على أن عدد الحالات قد تضاعف أو معدل الحالات قد تضاعف في 3 أسابيع فقط.
من حوالي 100 حالة في يوم 26 أكتوبر إلى 238 حالة في 11 من نوفمبر، وإن معدل الحالات الموجبة كذلك قد سجل أعلى المستويات، وذلك ليس بسبب زيادة في عدد الاختبارات، بينما عدد الاختبارات الأسبوعية ظل ثابتا، ولكن معدل الحالات الموجبة تقريبا تضاعف من 13.3% في الأسبوع المنتهي في 24 من أكتوبر إلى 25% في الأسبوع المنتهي في 7 من نوفمبر. وهذا المعدل المرتفع يخبرنا بأن الفيروس هو منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء مقاطعة لانكاستر. وكما ذكر مسؤول المستشفيات، فإننا قلقون للغاية من أن الارتفاع الحاد في الحالات الجديدة سيزيد من الحاجة إلى دخول المستشفى في الأسابيع القليلة المقبلة. ومصدر قلق إضافي هو عمر الأفراد الذين ثبتت إصابتهم إلى حدود الآن. ففي الأسبوع المنتهي في 7 من نوفمبر كان هناك 210 من الحالات الجديدة كانت لأفراد يبلغون من العمر 60 عاما أو أكبر. وهذا الأسبوع نحن في طريقنا لتسجيل حوالي 200 حالة جديدة أخرى في الفئة العمرية للستين سنة فما فوق، وهذا يعني أكثر من 400 حالة جديدة هي من بين الأفراد الذين أظهرت التجربة أنهم أكثر عرضة لخطر المضاعفات وكذلك الحاجة إلى الرعاية داخل المستشفى. ولا أستطيع أن أؤكد هذا بما يكفي، فيجب علينا التصرف الآن قبل أن تكتظ المستشفيات، وستؤثر الإجراءات والسلوكات التي نتخذها اليوم على وضعنا أو وضعيتنا بعد أسبوعين من الآن. وشكرا لغالبية سكاننا الذين يقومون بالشيء الصحيح ويرتدون الكمامات باستمرار ويراقبون المسافة في 6 أقدام من الآخرين، وكذلك يحدون من أوقات تواجدهم خارج بيوتهم أو في الخارج. ولكن أيضا الكثير من الناس لا يتخذون الخطوات البسيطة الفعالة في منع انتشار هذا الفيروس، ويمكن لشخص مصاب أن يتسبب في إصابة كثيرين آخرين. ولوضع هذا في المنظور الصحيح، فقد طور معهد جورجيا للتكنولوجيا جنبا إلى جنب مع باحثين في مختبر المعلومات الحيوية التطبيقية وجامعة ستانفورد أداة لتقييم المخاطر بناء على مستوى الفيروس في كل مقاطعة في الولايات المتحدة. فإذا اجتمع 10 أشخاص في مقاطعة لونكاستر، فإن هناك احتمال بنسبة 25% أن يكون شخص واحد من بين هذه المجموعة مصابا بالفيروس. وفي تجمع مؤلف من 25 شخصا تكون فرصة إصابة شخص واحد بالفيروس هي 50%، وفي تجمع مكون من 100 شخص هنا في مقاطعة لونكاستر فإن فرصة إصابة شخص واحد بالفيروس تزيد عن 95%. ولهذا السبب نستمر في وضع التجمعات كواحدة من أهم النقاط التي نركز عليها في قسم وزارة الصحة من حيث التوصيات، ونستمر في تعديل هذه التوصيات الصحية المعتمدة للاستجابة لوضعيتنا الراهنة. ولحماية صحة وسلامة مجتمعنا، ولأبقاء الشركات والمحلات والمدارس مفتوحة، ومنع والحفاظ على المستشفيات من
أن تصبح مثقلة بالاكتظاظ، فإننا نقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة التالية التي ستتم أو تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 من نوفمبر. إن التجمعات في الأماكن الداخلية أو الأماكن المغلقة يجب أن تقتصر على ما لا يزيد عن 10 أشخاص أو 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، وهذا يتناسق مع الإجراءات الصحية الموجهة من طرف الولاية. وكل الأحداث أو التظاهرات التي متوقع أن تكون أن تحتوي على 500 من الناس يجب أن تؤجل إلى ما بعد 7 ديسمبر، ويجب على الأماكن التي تتسع لخمسمائة شخص أو أكثر والتي ستنظم أحداث أو تظاهرات بعد 7 ديسمبر يجب عليها أن تقدم الخطة والبرنامج بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين سيحضرون هذا الحدث. ومن قبل كانت هذه المراكز تقدم أو ترسل خطة هذا الحدث إذا كان عدد الحضور في 500، لكن الآن هذا قد اختلف. وأظهرت تحقيقاتنا في الحالات أن التجمعات أو أعداد الناس في الحانات المحلية يزداد بعد 11 مساء، وابتداء من يوم الاثنين فإن كل المحلات وهذه الشركات التي تبيع الكحول يجب عليها أن توقف بيع أو تنهي بيع الكحول مع الساعة 10 ليلا، كما يجب عليها أن تغلق أبوابها مع الساعة 11 ليلا. تم تأجيل جميع الرياضات الجماعية الداخلية للشباب إلى ما بعد 7 ديسمبر. يجب على الأفراد ارتداء الكمامات كلما تواجدوا بمكان داخلي إلا إذا لم يكن هناك أي شخص آخر في الغرفة، وبمقدورهم الحفاظ على مسافة 6 أقدام من الآخرين طوال الوقت. والشركات المرخص لها للسماح باستهلاك الكحول في شوارع المدينة مثل الحانات الدراجة وحافلات الحفلات يجب أن تؤجل عملها إلى ما بعد 7 ديسمبر. هذه الإجراءات الصحية المعتمدة تبقى سارية المفعول حتى 7 ديسمبر، وسوف نستمر في جعل في التعديلات حسب الحاجة إلى ذلك، ونحتاج إلى مساعدتكم الآن، ونحن بحاجة إلى مساعدة مجتمعنا. وشكرا. تعود الكلمة إلى السيدة العمدة. شكرا لك يا السيدة المديرة لوبيز، إنها على حق، فنحن بحاجة إلى مساعدة مجتمعنا. ووظيفتي كرئيسة بلديتكم هي أن أقول لكم الحقيقة، لذلك أنا سأكون صادقة معكم. إنني أشعر بالقلق حقا عن ما نحن عليه الآن أو ما نحن فيه الآن وإلى أين نتجه إذا لم نقم بوضع هذا الفيروس تحت السيطرة في مجتمعنا. إن الوضع في مجتمعنا هو حرج. الطواقم التي تقدم الرعاية الصحية فإنهم قلقون من عدد المتزايد من الحالات التي يجب عليهم تقديم الرعاية لها في ظل هذا الارتفاع المتزايد، ناهيك عن حاجيات وسائل الحماية الشخصية التي عليهم ارتداؤها، ومساندة الأسر وتقديم الدعم العاطفي لهؤلاء المرضى المعزولين كما قال الدكتور جيرت.
وكما سمعتم اليوم هناك أشخاص يجلسون في قسم المستعجلات ينتظرون أن تفرغ الأسرة، وكذلك سمعت أن العدد الغير كافي من الموظفين أو الطواقم أو يجعل من الصعب فتح وحدات كوفيد متخصصة إضافية، وكذلك سمعت أن قدرة ممرضين وممرضاتنا على تقديم أفضل الممارسات من حيث الرعاية الفردية للمرضى في وحدة العناية المركزة هي كذلك مهددة، وكذلك سمعت أن الدكاترة هم قلقون بشأن الاتجاه الذي نسير فيه، وقد سمعت من أم التي هي خائفة عن صحتي وسلامة ابنتها التي تشتغل 12 ساعة في اليوم كطبيبة مساعدة تقدم الرعاية في مجال الأمراض الرئوية في المستشفى. وقد سمعت أن المزيد والمزيد من الممرضين والممرضات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين يضطرون إلى الحجر الصحي، وبالتالي لا يمكنهم الحضور إلى مقرات العمل في المستشفيات. وأخيرا فمن المهم أن نلاحظ أنه علينا أن نحمي الذين هم في الخطوط الأمامية من التعرض لهذا الفيروس حتى يبقون في صحة وسلامة ويكونون قادرين على الاستجابة لمكالمات الاستعجالية على خط 911 الذي نتصل عليه عند الحاجة، ولنتذكر عمال مجتمعنا الذين يقومون بأداء المهام الأساسية كالذين هم في الصفوف الأمامية وعمال المرافق العمومية والعاملين في مجال الرعاية الصحية أنهم ليسوا محصنين ضد هذا الفيروس، فعندما نرى أن خطر الفيروس مرتفع في مجتمعنا فهذا يعني أن هؤلاء العمال هم أيضا معرضون للإصابة بهذا الفيروس بشكل مرتفع كذلك، فإننا لا نريد أن يكون المسعفي مدينة لينكولن مقاطعة لانكاستر وعمال محطة معالجة المياه وضباط الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية كلهم في الحجر الصحي، فلا نريد هذا أن يحدث، لكن هذا المستوى الشديد الخطورة في مجتمعنا لديه القدرة على التأثير على العديد من الخدمات التي نعتمد عليها في الحفاظ على صحتنا وسلامتنا، وكل هذا يضيف إلى خطورة هذا الوضع، فإنني جزء من هذا المجتمع وأنا قلقة حقا على أطفالي وعائلتي وقلقة على أطفالكم وعائلاتكم. إنني أعرف شخصا قد توفى مؤخرا بسبب كوفيد 19، وأنا قلقة حقا على الجميع، فرغم أن الشخص قد يكون قد أصيب بكوفيد بشكل مسبق فأنا قلقة على حدوث شخص آخر كنوبة قلبية أو انهيار، وأنا كذلك قلقة على أن مستشفياتنا ستكون مكتظة بكثافة ويكون هناك نقص في الطاقم أو العاملين في الرعاية الصحية، مما سيؤثر على مردودية الخدمات الصحية ذات المستوى. وأشعر بالقلق عندما ألقي نظرة على ما يحدث في الولايات المجاورة كشمال وجنوب داكوتا، حيث يواجهون واحدة من أسوأ حالات انتشار الفيروس في البلاد بأكملها، ومع امتلاء المستشفيات عن آخرها فإن حاكم ولاية شمال داكوتا يسمح لعمال الرعاية الصحية بالبقاء في العمل حتى إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس. أشعر بالقلق عندما ألقي نظرة على ما يحدث في مونتانا حيث أصبحت المستشفيات مكتظة للغاية لدرجة أنها تضطر إلى إرسال بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة خارج الولاية للحصول على الرعاية الصحية.
وأنا قلقة عندما أرى صور على شاشة التلفزيون من لمستودعات الجثث المتنقلة التي يجري إنشاؤها في إل باسو بتكساس، لأن المقر الطبي للطبيب الشرعي يعتبر مكتظا بالجثث، ولا أريد أن أرى صورا كهذه في هنا في لينكولن أو في نبراسكا. لذلك أنا صادقة حول المخاوف التي أبديها عندما ننظر إلى أرقامنا اليوم ونتحدث إلى من هم في الخطوط الأمامية الذين يتصدون لكوفيد 19. وأنا كذلك أشارككم هذه المخاوف، لأنه فقط من خلال فهم حقائق أو حقيقة وضعنا يمكننا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. فإن الحياة وسبل العيش في لينكولن مقاطعة لانكاستر معرضة للخطر، فإن أصدقائنا وعائلاتنا وجيراننا والذين هم في الخطوط الأمامية وكذلك الأطر الطبية وكذلك شركاتنا كلهم في خطر شديد الآن. وإن النبأ أو الخبر السار هو أننا نمتلك القوة للتقليل من هذه المخاطر، ونحن لسنا في حاجة أن نكون خائفين فقط لنكون أقوياء، وهذا ما سنقوم بفعله جميعا. سنقوم باتخاذ بعض الخطوات الصعبة للمساعدة والمساهمة في تحويل اتجاه هذا المسار، بالإضافة إلى هذه الإجراءات الصحية المعتمدة التي شاركتها معنا السيدة مديرة الصحة لوبيز. فإننا نحتاج إلى أن نكون واضحين أن الوقت قد حان، وليس غدا وليس الأسبوع المقبل، الآن هو الوقت المناسب للحد من التواصل مع من هم خارج أسرنا. فإنه لمن طبيعتنا أن نكون معا وأن نكون مجتمعين، وخاصة خلال هذه الأوقات التي فيها موسم أو الأعياد أو العطل. لكن الآن هو الوقت المناسب لإظهار حبنا ورعايتنا لبعضنا البعض من خلال عدم الاجتماع معا. ولهذا فإن جميع التجمعات الداخلية الكبيرة والتجمعات العامة في الخارج وكذلك التجمعات العائلية الكبيرة فهي غير محبذة بشكل كبير في هذا الوقت، ويتم تشجيع أرباب العمل على السماح للموظفين بالعمل من منازلهم إن أمكن ذلك، وهذا هو الوقت المناسب للعودة إلى المراسم الدينية الافتراضية وخدمات الطلب والتسليم الخارجي بدون المسافة القريبة. ويجب أن يكون الكبار السن والذين يعانون من ظروف صحية خاصة وغيرهم من السكان المعرضين لخطر المضاعفات الحادة أن يكونوا حذرين بشكل خاص، حيث البقاء في المنزل والاعتماد على المساعدة من العائلة والأصدقاء لقضاء الاحتياجات التي هي خارج المنزل، وكذلك البقاء على مسافة من أفراد الأسرة الذين يعملون خارج المنزل. وكما فعلنا خلال هذا الوباء، فقد أجرينا عدة مناقشات منتظمة مع أفراد ومع الشركات هنا في مجتمعنا، بما في ذلك أصحاب الحانات والمطاعم وأماكن الفعاليات أو الأحداث والمدارس التي تأثرت بشكل كبير. ونحن نعلم أنه ليس من قبيل المبالغة القول أن أخبار اليوم مخيبة لآمال الطلاب الرياضيين هنا في مجتمعنا، ومن الصعب تحملها بالنسبة الشركات المتضررة، ونشعر بامتنان كبير لتضحياتهم وللقوة والمرونة التي أظهروها خلال هذا الوباء، ولتبادل الأفكار ووجهات النظر حول أهمية وحاجة هذه الخطوات. معنا الدكتور ستيف جويل المشرف مدارس لينكولن العامة، والدكتور جون شوارتز
مشرف عام مدارس مقاطعة نورث، وبعدهم فإننا سعداء باستضافة كذلك سكوت هاتفيلد معنا من دافيز تيفرن، الذي سيقتسم معنا وجهة نظره كصاحب حانة هنا في وسط مدينة لينكولن. وبين الدكتور ستيف جويل تحدث عن التغييرات التي طرأت على الأنشطة المدرسية حتى شهر ديسمبر، وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات من خلال LPS عندما تكون متاحة، ولن تكون هناك دراسة في LPS يومي 23 و 24 من نوفمبر، وهذا سيوفر دعما إضافيا للمعلمين والموظفين هناك. وقد قال الدكتور جون شوارتز أن الطلاب والمعلمين والموظفين قاموا بعمل رائع باتباع إرشادات الخاصة بكوفيد في المدارس، ومع ذلك فإن التدريس أثناء هذه الجائحة كان صعبا على المعلمين والموظفين. وقال السيد سكوت هاتفيلد أن كوفيد 19 كان صعبا على أصحاب الحانات والمطاعم، وقرار إغلاق الحانات مبكرا صعب لكنه قرار صحيح، ستعيدنا الإجراءات الصحية الجديدة والمعتمدة إلى طبيعتنا بسرعة أكبر، ونحن بحاجة للحد من التجمعات الكبيرة لحماية مجتمعنا. وتعود الكلمة للسيدة العمدة. شكرا لك سكوت، شكرا لك دكتور شوارز والدكتور جويل، شكرا لكل من شارك في هذا المؤتمر الصحفي حتى الآن، وإن شجاعتكم ونكران الذات وكرمكم ورعايتكم وتعاطفكم مع أعضاء مجتمعنا هي عميقة، وآمل أن يشعر الجميع بذلك. سنعطي هذه الإجراءات 3 أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تغيير الأمور وتقليل انتشار الفيروس وحماية موظفينا وكذلك نظام الرعاية الصحية. ورغم ذلك فإننا نعلم أن الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات يأتي بشكل متأخر مقارنة مع عدد الحالات، ويقول الأطباء إنهم لاحظوا المزيد من الحالات المصابة التي اشتد عليها المرض في الآونة الأخيرة. لذلك نتوقع أن ما نقوم به الآن سيكون له تأثير في الأسابيع عديدة قادمة، وإذا استمرت الحالات في الارتفاع بعد 3 أسابيع وكانت مستشفياتنا ممتلئة، فسنحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية. ويمكنكم مساعدتنا في تجنب هذا من خلال القيام بدوركم، تماما كما قال الدكتور جاريت، يمكننا تجنب هذا. إن الذين هم في الخطوط الأمامية وكذلك أطر الرعاية الصحية والمدارس والشركات وكذلك الأطفال هم في الحاجة إلى أن نقوم بدورنا. ويمكن للجميع في مدينة لينكولن ومقاطعة لانكاستر أن يكونوا قادة في هذه المعركة، ولكل فرد دور حاسم في الحد من خطر انتشار كوفيد 19، ونحن نعلم أنه يمكننا القيام بذلك، ولقد قمنا بذلك في شهر أغسطس عندما بدأنا نشهد زيادة في عدد الحالات، ولم نقم فقط بتسوية المنحنى بل قمنا بثنيه مرة أخرى. ولقد تحدثوا إلى خبراء الصحة العامة محليين وإقليميين ووطنيين، وقالوا إن فرض أو إلزامية وضع الكمامات قد أنقذت الأرواح، وإنكم أنقذتم أرواحا كثيرة. اليوم أدعو الجميع في مدينة لينكولن مرة أخرى للمساعدة في إنقاذ الأرواح والمساعدة في الحفاظ على المدارس والشركات مفتوحة والمساعدة في منع انهيار نظام الرعاية الصحية، والطرق التي نقوم أو نفعل بها ذلك واضحة ومباشرة، إنها تنطوي على تضحية على المدى القصير، ولكن في نهاية المطاف فإنها ستعطينا المزيد من الحرية من خلال السماح لل
الأعمال التجارية والمجتمع ككل مفتوح. فإذا كنتم تريدون أن تبقى الأعمال التجارية والأعمال بمختلف أشكالها وكذلك المجتمع أن يبقوا مفتوحين وشغالين، فيرجى تقليل الاتصال مع الآخرين أو التواجد بجانب الآخرين في الأنشطة، والحد من الخروج أو التواجد خارج المنزل إلا للعمل أو المدرسة أو الرعاية الطبية أو توفير الغداء أو لرعاية شخص آخر أو زيارته عندما يحتاج إلى المساعدة. وساعدوا في منع هذا المرض وهذه المعاناة التي لا داعي لها، معاناة أصدقائكم وجيرانكم ومعاناتكم شخصيا، من خلال القيام بهذه الثلاثة أساسيات: ارتداء الكمامات وغسل اليدين ومراقبة المسافة بينكم وبين الآخرين. وعلى المدى الأسابيع الثلاثة المقبلة تجنبوا جميع التجمعات مع أي شخص خارج منزلكم، وإذا كان يجب عليكم الخروج قضاء الأغراض الأساسية فقوموا فقط بالذهاب للأماكن التي تتبع هذه الإرشادات الصحية العامة، وسوف لن تكون هذه الممارسات هي الحياة الطبيعية العادية إلى الأبد، ولكن هذا هو الوضع الطبيعي الآن. إن السيطرة على هذا الفيروس هو المفتاح لتجديد مجتمعنا وتعافيه لأيام أكثر إشراقا في المستقبل. وشكرا لكم على الاهتمام كثيرا. وإلى هنا نختتم ترجمة مؤتمر صحفي للسيدة عمدة مدينة لينكن جايلر بيرد حول جهود وتدابير مكافحة انتشار كوفيد 19 بمدينة لينكن مقاطعة لونكاستر. وبعد كل تقرير تتاح فرصة قصيرة للأسئلة لوسائل الإعلام حيث لا يتم ترجمتها. إذا كان عندكم أي سؤال بخصوص هذا التقرير أو الإرشادات الصحية المتبعة أو أي شيء له علاقة بكوفيد 19، فالمرجو الاتصال بخط قسم وزارة الصحة بمقاطعة لينكولن لونكاستر. الرقم الهاتفي هو 402-441-8006، وعندما تتصلون فقولوا اللغة التي تتكلمونها وسيتم توفير مترجم للمساعدة. وكذلك للإطلاع على آخر المستجدات والإجراءات المرجو زيارة الموقع الإلكتروني التالي covid19.lincoln.ne.gov. وحيث يوفر هذا الموقع العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بهذا الموضوع والمتوفرة بالعديد من اللغات من خلال أداة الترجمة من جوجل، فالمرجو اختيار الصفحة وكذلك اختيار اللغة ويتم ترجمتها في الحين. وكذلك هناك روابط مهمة وملفات PDF قابلة للتنزيل تحتوي على العديد من التدابير الصحية المعتمدة والمعلومات والموارد المتعلقة بكوفيد 19. شكرا على استماعكم، وكان معكم المترجم ياسين رفيزة. مع السلامة. 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 مع السلامة.